طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي، لاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. كريم بنزيما تسديده اخرى، فرصه للتسديد. كريستنسن يبعد الكره اكثر من اللازم، يحصل على المساحه لهدف لبرشلونة، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. هذه الكرات برشلونة له الأسبقية في التسجيل. كريم بنزيما هدف عالمي، يحاول بكرة من ناحية الركنية. فينيسيوس جونيور، وتعود الكرة إلى حارس المرمى. وها هي نهاية الشوط الأول، سيبدأ الشوط الثاني. ألابا يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. فينيسيوس جونيور، قد تكون فينيسيوس جونيور مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته. كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، فينيسيوس جونيور يمرر كرة قوية. كريم بنزيما، يا إلهي، روعة روعة روعة. هازار، فالفيردي، روبرت ليفاندوفسكي، ديمبلي يلعب كرة. تساوت، هذه هي صافرة النهاية. هيا بنا إلى ركلات الترجيح. كريم بنزيما سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى، لاعب ربما نقول أعصابه من حديد. أول ركلة سينفذها كريم بنزيما. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كالف ينجح في صد الركلة، يتصدى لها الحارس. تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. الركلة الثانية، يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، ثاني لاعب يسدد. يا سلام على براءة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. فرصة التقدم بفارق هدفين، يضعها في المنتصف. يتقدم الفريق الآن بفارق هدفين. ثم مع الثالث الآن، تصدي غير عادي. حارس كلب، حارس في منتهى التركيز، ينقذها ببراعة. إذا سجلها يمر فريقه. هذه ربما تكون كرة الفوز، الآن قد يكتب التاريخ بأقدام هازارد. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. برشلونة لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. برشلونة لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ إذا سجلها يمر فريقه.
كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. ركلات الترجيح أمر مهم جدا، أن تكون جاهز ذهنيا نفسيا عالية على مستوى المعنويات.